مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معانا. يسعدنا أن نرحب بضيفنا اليوم الدكتور أحمد عطية البهنساوي، طبيب صيدلي يمارس الكتابة والأدب. قد شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب وفي معارض الكتب الدولية، حصل على ماجستير إدارة الأعمال ودراسات عليا في علوم الفيروسات وأمراض الدم والمناعة، بالإضافة إلى دبلومة مكافحة العدوى ودبلومة إدارة المستشفيات من جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور، منورنا النهاردة. أهلا بحضرتك وتحياتي ليك أستاذ إبراهيم والأستاذة وللسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. أعزائي طبعا. دكتور أحمد، أعلى منك بحكم الدراسة والمهنة والعمل، تخصصك في المجال الطبي. تمام. وتكتب الأدب. فياريت حضرتك توضح لنا ما هي العلاقة بين الأدب والطب. يعني دي متلازمة فعلا، الأدب والطب دي متلازمة وكثير جدا اتكلموا فيها. لكن الأدب والطب وجهان لعملة واحدة. بمعنى إيه؟ بمعنى ان الادب، الطب يعالج الاجساد والاجسام والابدان، الادب بيعالج الارواح، والانسان في الاساس ما هو الا روح وبدن. وانت عندك بقى يعني في تاريخ الطب والادب المصري دكتور ابراهيم ناجي، دكتور احمد زكي ابو شادي، دكتور مصطفى محمود، دكتور يوسف ادريس، ابن سينا الطب المصري دكتور محمد كامل حسين، عندك في العالم العربي الدكتور عبد السلام العجيلي سوريا، السعوديه دكتور رجاء بنت عبد الله الصانع، كلهم اطباء مارسوا الادب. لو احنا انتقلنا الى الادب العالمي هتلاقي طبعا اشهر ادباء القرن العشرين تقريبا دكتور سومرست موم، الفرنسي المولد الانجليزي الجنسيه، ظل يمارس الادب وظل يمارس الطب كطبيب مقيم بمستشفيات لندن. طبعا يعني ما ينفعش اقول الكلام ده وانسى تشيكوف الطبيب الروسي والأديب الأشهر، وهو حتى لما سئل السؤال ده أجاب إجابة فعلا يعني ظريفة جدا، قال الأدب يشبه زوجتي والطب يشبه محبوبتي. ويعني ممكن أنا شايف الأدب مجاله أرحب، لأن الدكتور ممكن يفيد مريض واحد خلال ساعة معينة، لكن الأديب ممكن يفيد عشرات الناس بالكلمة بتاعته، ويفيد مئات الناس بالكلمة الطيبة النافعة، وهناك من يفيد ملايين الناس اللي بقى ربنا رزقه القبول والفهم. ما شاء الله يا دكتور. طب عايزين نعرف يا دكتور ايه مفهوم السعادة عند حضرتك؟ السعادة يعني السلام النفسي، الشعور بالنشوة، التصالح الداخلي مع الذات، الرضا والطمأنينة، وهي كلها حاجات زي ما سيادتك شايفة كده يعني نابعة من داخل الإنسان وبداخل الإنسان. لا يمكن أبدا أن تستورد السعادة من الخارج، السعادة من داخلك وبداخلك. طب نفهم من كلام حضرتك ان مصطلح السعاده مصطلح قابل للتعميم ولا مصطلح خاص بكل انسان؟ لا، اذا كان هو نابع من داخلي زي ما قلت لحضرتك فكل انسان له منظور خاص للسعاده. يعني انا يعني اسمحي لي بقى ندي مثال كده يوضح للساده المشاهدين. لو اعتبرنا ان السعاده كانها ورده او زهره، كل انسان له نظره. الشاعر بينظر للزهره ديت على انها مصدر الهام ووحي للقصيدة بتاعته، الرسام بيبص للجمال والألوان ولوحة فنية، الكيميائي عايز يحلل العطر بتاعها لذرات وجزيئات وروابط، الصيدلي عايز ياخد منها زيوت الطيارة وياخد منها المواد الفعالة ويعمل أدوية، الكيميائي أو عالم النبات عايز يحطها بقى تحت الميكروسكوب ويشرحها بقى لبتلات وسابلات وتويجات وكؤوس، الراجل بتاع الورد عايز يحبسها جوه البوكيه وبيعها. فكل انسان له منظور خاص بالسعاده. وحتى يعني الفلاسفه نفسهم حتى ما اتفقوش على منظور. يعني افلاطون كان يرى ان السعاده هي الفضيله. ارسطو قال لك لا، ده السعاده في خمس حاجات. قال لك السعاده قد تكون في سلامه العقل والعقيده، تكون في المال، في الصحه، في الانجاز اللي هو العمل، في الرغبة بمعنى ان هو يتوافق مع الاخرين. ايمانويل كانت يعني عشان نخش على الاحدث شوية كان يرى ان السعادة هي الاخلاقيات. يعني ممكن اذكر بقى من الفلاسفة العرب الفارابي كان يرى ان السعادة في التأمل والتعمق والتفكير، واتفق معه دكتورنا الدكتور مصطفى محمود في هذا المفهوم. دكتور احمد، قل لنا كيف ترى السعادة بين العلاقة والمال؟ العلاقة بين السعادة والمال، طيب يعني بعض الناس بترى ان المال يعني هو المفتاح السحري للسعادة. صحيح المال هو عصب الحياة،
لا نقاش يعني عشان ما ابقاش مثاليين قوي، لكنه ليس ابدا المفتاح السحري للسعاده. والمال اذا حقق السعاده لبعض الناس فهي سعاده مؤقته، ولا يمكن ابدا ان تكون السعاده مع المال سعاده دائمه. واحنا يمكن شفنا ان اعلى دول العالم اقتصاديا امريكا والسويد وسويسرا والدول اللي فيها اعلى مستوى لدخل الفرد تسجل اعلى حالات الاكتئاب والانتحار والجنون والامراض النفسيه. ويمكن انتم تابعتوا على شاشات القنوات تقريبا يعني من فتره اغنى اغنياء بريطانيا على ما يذكرني سيميدل فلورنس او فلورنس سيميدل صاحب الفنادق الشهيره وهو بينتحر. وشفنا برضه ليمان براذر صاحب سلسله بنوك ليمان براذر الامريكي وهو بيحدف نفسه من الدور ال 44. فلو كان المال يحقق السعاده كان الناس ديت ما فكرتش في الانتحار او كده. وانا فعلا يعني احب اقول مقوله يا ربي اقدر اوصلها، ان الناس اللي كل ثروتهم المال فقط دول فقراء جدا وناس غلابه، لان المال مش هو السعاده. طب يا دكتور قول لنا علاقه السعاده بالنجاح. شوف حضرتك، السعاده تدفعني الى النجاح، والنجاح يلد السعاده، والسعاده الجديده تدفع الى نجاح، والنجاح الجديد يلد سعاده. يعني زي ما كنا بندرس كده زمان حاجه اسمها ريفرسبل كيميكال ريأكشن، ان في معادلات كيميائيه المواد الداخله فيها تطلع نواتج، النواتج دي تتفاعل من جديد لتعطي نفس المواد، فالسعاده تعطي نجاح والنجاح يعطي سعاده. طب السعاده والحب يا دكتور ليهم دور مع بعض ولا بيختلفوا؟ والله حسب يعني مقصد حضرتك. هل انت تقصد يعني الحب بمعنى الحب العام، اذا كان حب الكون والطبيعه والناس والمجتمع دي سعاده بلا شك. اما اذا كنت تقصد الحب بين الرجل والمراه فهنا في تحفظ وخط احمر. اذا كان هذا الحب متزن، المعادله متزنه، بمعنى ان تحب وتحب، ان تكون محبا ومحبوبا، هنا تكون قمه السعاده. لكن اذا جت بقى العمليه من طرف واحد وكنت مثلا طرف يعطي الحب وطرف يبادله بالتجاهل او يعني الكراهيه، هنا المعادله مش متزنه وقد تلد التعاسه، والمعادله زي كده ممكن كمان يعني تشعل المعمل كاملا. طب قول لنا يا دكتور ايه علاقه السعاده بالعطاء؟ اكاد اقول ان العطاء هو توأم السعاده. العطاء هو قمه السعاده. واللي بيعطي بيعمل سعاده مشتركه في وقت واحد، بمعنى ايه؟ بمعنى انا بعطي في العطاء سعاده وفي الاخذ سعاده، واحيانا كمان بتبقى سعاده المعطي اكثر من سعاده اللي بياخذ. وفعلا حتى في معاهد يعني بحوث صحيه ومعاهد كبرى في كندا وفي امريكا لاحظت ان الناس اللي عندهم صفه العطاء ومشاركه الاخرين وحل مشاكلهم، لاحظوا الناس ديت عندهم فعلا تحفيز مستمر، او العطاء بيحفز البيتيوتري جلاند الغده النخاميه انها تفرز هرمونات الاندروفين والسيروتونين. الاندروفين طبعا بيزيل الالم والسيروتونين بيدي سعاده وراحه نفسيه. تمام يا دكتور. في لحضرتك هنا معايا كتابين، الكتابين دول مؤلفات ادبيه، فما العلاقه بين الادب وبين الطب؟ احنا ذكرنا العلاقه بين الادب وبين الطب قبل كده، لكن الكتاب الاول ده هو يا ريت حضرتك تشرح لنا محتوى الكتاب ومضمونه وافكار فوق العاده. ليه حضرتك اخترت الاسم ده؟ طب نشرح المضمون الاول بتاع الكتاب وبعد كده هقول لسيادتك انا ليه اخترنا الاسم ده. هو كتاب افكار فوق العاده هو يكاد يكون روشته نجاح للانسان اللي عايز يضع قدمه على طريق النجاح. وانا يعني كتبته بدافع يكاد يكون انا يعني شفت مدى التسطيح الذي يمارسه ادعياء التنميه البشريه، وكيف يبيعون الوهم لكثير من الشباب دون الاعتماد على دراسات علميه موثقه ودون الاعتماد على معايير علميه وندوات ودورات ويعني ورسوم وفلوس وكلام زي ده، وفي الاخر هي اكياس وهم. وتسمع يعني هؤلاء الادعياء يصرخ فيك كده بلهجه كهنوتيه انت عايز تنجح
حدد هدفك، اكتب 50 مرة هدفك، خد نفس عميق، طلع نفس تاني، ردد انا ايجابي، انا مميز 50 مرة، خلاص انطلق، انت ناجح. طبعا يعني ده كلام يعني كلام فاضي وهراء وتشويه لفلسفة النجاح. النجاح ليس ابدا حصة املاء، والنجاح ليس ابدا ابدا تمرينات رياضية. النجاح تخطيط وتفكير وعرق ودموع وجهد وصبر واستقامة. يعني نسأل الله التوفيق. فالكتاب هو رحلة نجاح، ويعني بصدق شديد هذا الكتاب هو خلاصة ما أفرزه معي بنكرياس الواقع العملي خلال 30 عاما من المعاناة والعمل والقراءات في مختلف المجالات. بالنسبة لعنوان الكتاب، أفكار فوق العادة، ليه اخترت الاسم ده عنوان للكتاب يا دكتور؟ طيب يعني أرجو أن تفسح صدرك، لأن الإجابة يعني هو السؤال خطير والإجابة صعبة شوية. أفكار فوق العادة هو عنوان أحد فصول الكتاب، وإحنا كنا بنخاطب الناجح بنقوله عشان تنجح إياك أن تشخصن الفكرة. لما أكلمك عن حاجة ما تقولش الشخص الفلاني قال كذا، إحنا نقصد الفكرة ولا نقصد الأشخاص. بمعنى انك ممكن تاخد فكرة من صديق وفكرة سيئة وتعظمها فتخسر خسارة كبيرة. ممكن تسيب فكرة جات من خصم بس فكرة عظيمة فتخسر خسارة اكبر. وده اللي حصل يعني مثلا يعني حتى في التاريخ الاسلامي، يعني هتجد دي كانت مشكلة الكفار وابو جهل مع الرسول، ان هم يعني وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هو ما عندوش مشكلة ابدا مع القرآن ولا مع الرسالة، عنده مشكلة مع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عايز القرآن ينزل بقى على واحد بقى غني وعنده مال ممدود وبنين شهود زي الوليد بن مغيرة. ولو هو طبعا ترك الشخصنة ما خسر الدنيا والآخرة. على النقيض مثلا بتلاقي ان ملك مصر مع سيدنا يوسف ما نظرتش ان هو فتى يعني عبراني بيع الرقيق، ولا كان غلام عند العزيز، ولا كان سجين، وإنما نظر إلى علمه وإلى فكره. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنا بقى بقول يعني حاجة تانية خالص، أنا ممكن أخرج بإطار الأفكار خارج الصندوق، ولا يشترط أن أخذ الأفكار من الإنسان كمان. ده ممكن أخذ الفكر الابتداعي والابتكاري، الفكر الابداعي والابتكاري من الحيوان، من الحشرات، من النبات. هو احنا ازاي عملنا كاميرات المراقبه ديت؟ اخذنا الفكره من عيون الذبابه، 28 الف عدسه في عيون الذبابه. ما قلناش بقى ديت يعني ذبابه ولها تاريخ مقترن بالقمامه والقاذورات. احنا يعني ازاي عملنا الروبوت الالي اللي بيستخدم النهارده في الكشف عن الالغام واطفاء الحرائق؟ استفدنا من الهندسة الإلهية البديعة في الهيكل المفصلي لأنثى العنكبوت والعنكبوت في أننا نعمل هذا الابتكار. وأخذنا الخطوط الجراحية برضو من العنكبوت الأسود، رغم أن أصدقائنا في كلية العلوم يعني يعرفوا مدى الخسة في عالم العناكب اللي بتسرق بعضها بعض وبيأكل بعضها بعض، وأحيانا حتى الأم بتأكل أولادها. معلش أنا يعني عايز أستفيد الفكرة دي شوية إذا سمحت لي، ولا اتفضل يا دكتور. يعني برضو أنت يعني حتى البنسلين المضاد الحيوي الأشهر وصيحة زمانه إحنا أخذناه من إيه؟ من فطر يعني عفن، فطر البنسليوم. أخذنا الإرجوت اللي بيعمل وقاية للنزيف الدم من فطر الإرجوت، رغم أن هذا الفطر بيؤدي إلى خسائر فادحة في مزارع القمح. أخذنا الإنسولين لعلاج مرضى السكر من بنكرياس خنزير. اتعلمنا من نبات نفسيه، يعني نبات زهرة عباد الشمس. احنا اخذنا الترتيب والشكل الهندسي في صناعة الهيليوستات بتاع محطات الطاقة الشمسية. فالفكرة يعني المجد للأفكار دائما وليس للأشخاص. طب في عندنا كتاب تاني من تأليف حضرتك وهو بعنوان العالم الثالث عشر، يا ريت حضرتك تلقي لنا الضوء على محتوى الكتاب. العالم الثالث عشر يعني هو مجموعة قصصية أدبية. مصطلح العالم الثالث الأول ظهر لأول مرة في منتصف القرن العشرين، بالتحديد
تقريبا 1951 او 52، عالم اقتصادي سكاني فرنسي اسمه ألفريد سوفييه، اطلق على دول العالم اللي فيها ثوره صناعيه وحضاريه ونهضت ومستوى المعيشه مرتفع زي اوروبا وامريكا ودول الاتحاد السوفيتي، اطلق عليها اسم العالم الاول والثاني. وجاء اطلق بقى العالم الثالث على الايه؟ على الدول الناميه اللي منها دول البحر المتوسط وافريقيا واللي احنا منها. فانا بتساءل في هذا الكتاب، يعني ازاي احنا اصحاب الحضاره واصحاب التاريخ واصحاب الديانه وموطن العلماء والانبياء، كيف جلسنا على هذا المقعد الخلفي؟ احنا اولى بالرياده واولى بالقياده واولى بالسياده، وانا بحاول في الكتاب ده اناقش ازاي ننهض بهذا الوطن العظيم من خلال القصص دي، لان الوطن طبعا يعني يحتاج الكثير منا حتى ينهض، ويعني لا شيء اغلى من الوطن طبعا. طبعا. طب في نهايه الحلقه يا دكتور بنسال حضرتك سؤال، ايه الاخطاء الشائعه بين استعمال الدواء وكيف تلقي هذا الاخطاء؟ يعني في ناس بتخطا في استعمال الادويه اخطاء كثيره جدا. ممكن مثلا انا الدواء الشراب اللي بستعمله، ممكن استعمال الدواء الشراب دهوت عن طريق المعلقه بتاعت البيت او المعلقه المنزليه ما يديش جرعه مظبوطه، المعلقه 7 مللي 5 مللي، لكن الصح ان استعمل الدواء بالسرنجه 5 سنتي او كده. ممكن ايضا في استعمال الدواء، وده شيء مهم جدا، بعض الناس بيكون مكتوب على القرص ان هو بيستخدم نص قرص كل 12 ساعه، فبيقسم القرص من اي مكان، لا القرص يتقسم من المكان المحدد. من الاخطاء الشائعه في استعمال الدواء طبعا وده مهم عشان مرضى الانسولين، بيكون الازازه مكتوب عليها اكسباير او تاريخ صلاحيه سنتين ثلاثه، هو بياخد ابره منها وبيسيبها. هنا اصبح تاريخ الصلاحيه مختلف، اذا انت حطيت ابره في ازازه الانسولين اصبحت الصلاحيه لمده شهر واحد فقط لا غير. تمام. في هذه الايام كثر تداول مصطلح مكافحه العدوى. وفي نهايه حلقتنا بنشكر سياده الدكتور وبنشكرك على تشرفك لينا. انا اللي شاكر لحضرتك وسعيد جدا بيكم بسلام المشاهدين. شكرا جدا. تمام، وبكده بنختم حلقتنا ونلتقي بكم الاسبوع القادم ان شاء الله، حلقه جديده من برنامجكم سعادتك معانا.